بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسيم وشراكم خوتي العزاز، لاباس حال لاباس، إن شاء الله تكونوا بخير وبألف خير إن شاء الله. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، بالتوفيق للجميع وموسم خير إن شاء الله. خوتي العزاز، رانا في 5 تاع الصباح، الله يبارك ما شاء الله، صباح الخير عليكم. رانا في 5 تاع الصباح وكما راكم تسمعوا المقانين يغنيوا، الله يبارك ما شاء الله، ولاو كما روسونيو القريب. المهم خوتي العزاز، لوقت هذا بزاف عفايس تصرا في داخل السلاكة وبزاف عفايس تصرا بين المقانن، وخاصة في موسم التزاوج. في الوقت هذا المقانن يكوبليو خوتي العزاز، والوقت هذا اللي حبيت متاع بالمقنين ينوض بكري، ينوض على 5 تاع الصباح ويحط المقنين تاعو مع الفيمالة تاعو، ولا الى كاش واحد عنده سلاكة يروح يريح قدام السلاكة تاعو، على بالي بلي رايحين تتمتعوا. هادي وهذا الميساج للناس اللي تحب تتمتع بالمقنين، الناس اللي راهي تشوف تربية تاع المقنين هواية. خوتي العزاز، كي تنوض بكري راك تتمتع بالزواوش نتاعك، خاطرش الى فاتك الوقت فاتوك السوايع هادو متاع الصباح بكري، تنوض على 9 تاع الصباح فاتك جديد وفاتك المتعة خويا العزيز. المتعة كي تنوض بكري، والمتعة ما تلقاهاش على 12 تاع النهار ولا 4 تاع العشية، المتعة تلقاها الصباح بكري. اللي يحب الانتاج على كل حالة، اللي يحب الانتاج ينوض بكري ويتمتع. هذه هي خوتي، انا العام اللي فات درت لكم واحد الفيديو قلت لكم اللي عنده مشكله في تزويج الذكر والانثى ينوض بكري الصباح، يكون في الليل ندير لهم سيباراسيون، ولا يكون مدير لهم سيباراسيون واحد تلك ايام ومن بعدك. اسمعوا الله يبارك ما شاء الله كيف يكوبلي، واسمعوا الله اسمعوا الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، ربي يدومها ان شاء الله، وربي يوفقنا للاحسن والافضل ان شاء الله، وربي يعتلنا على حساب قلوبنا ان شاء الله، ربي ان شاء الله يعتلنا على حساب القلوب نتاعها تاعنا ان شاء الله. اذا كان قلبنا مش نظيف ربي ان شاء الله ما يعطينا حتى خير، اذا كان قلبنا نظيف ربي ان شاء الله يعتلنا كل خير ان شاء الله يا رب. دونك خوتي الاعزاء، باش نكمل الرساله تاعي برك، العام اللي فات قلت لكم اللي عنده اشكال بين الذكر والانثى ينوض بكري صباح يكوبلي الزواوج نتاعو، نحي السيباراسيو تاعك وشوف المقنين تاعك وشوف الفماله تاعك، اذا ما كوبلهاش في هذا الوقت، اذا ما بوزاتلوش في هذا الوقت اعرف باللي الفماله تاعك مش واجده، خاطرش الفماله اللي واجده صح اي تبوزي بمجرد انك تنحي السيباراسيون. بصح قلت لك خويا العزيز لازم تكون واجده، هذه هي. والمقنين يكوبلي الصباح بكري والعشيه كاع كي تبدا الظلمه تطيح، هذوما العفايس راني متعود عليهم، خاطر شو الحمد لله باغي نهضر بالتجربه خوتي العزيز، نهضر بالتجربه ونهضر بواش شفت عيني بواش جربت. المقنين هذا كي تعيش معاه راه تكون عندك تجربة وتكون عندك ملاحظة، وكي تكون الملاحظة تاعك في دقة المعاينة راه توصل للأحسن إن شاء الله. فهمنا خوتي الأعزاء، الفرخة الله يبارك بداو ينوضو ثانيك باش ياكلو، هم جيعانين الله يبارك ما شاء الله. وخوتي الأعزاء باش نوصلكم الميساج، الهواية هذه تعجبني أنا، الهواية هذه تعجبني. اسمعوا التستاسة خوتي العزاز، اسمعوا اسمعوا ما شاء الله. المهم اذا ما سمعتوش والله غالب ما رانيش فوطيف خوتي العزاز، باش نقول لكم الهواية هذه تاع تربية المقنين متعة، انا نتمتع بها، انا نتمتع بالهواية هذه، انا نربي المقنين خاطرش نتمتع بها، انا نربي المقنين خاطرش هي هواية نتمتع بها. وعندي هواية واحدة اخرى، نصيد الحوت، ندير فلاحة، نلعب بالو، كاين هوايات. بصح كل حاجة عندها وقت، دوكا في هذا الوقت ما عندناش الوقت بزاف باش نديرو الهوايات كامل، وإنما كل حاجة بوقتها خوتي العزاز.
الصيادة عندها وقت، والمقنين عنده وقت يتمتع بيه، والبالو عندها عند انا راني بديت نخلط في الهضره باش ما نتفلسفش بزاف خوتي الاعزاز. نقول لكم السلام عليكم، والصحه رمضانكم، والصحه فطوركم. السلام عليكم. وانا مازال لي راني مريح انايا باش ما يكونش الفيديو طويل، على بالي كاين اللي يحب يدخلوا معايا ويصبر معايا حتى تضوى الدنيا ويشوف السلكة، بصحوا لها غالب باش ما يكونش الفيديو طويل. نقول لكم سمحوا لي خوتي الاعزاز، السلام عليكم، بالتوفيق للجميع، وموسم خير ان شاء الله.